هنروح لمراد ابو جلال مراسلنا في نادي الزمالك، نشوف اراء اعضاء نادي الزمالك. مراد تفضل. برحب بيك كابتن عبد الواحد السيد، برحب بضيوفك الكرام، برحب بجميع مشاهدي ومتابعي قناه نادي الزمالك في كل مكان، من هنا من مقر نادي الزمالك ورصد اجواء مباراه نادي الزمالك ونادي سموحه في اطار مباراه الجوله التاسعه من مسابقه الدوري المصري الممتاز. نادي الزمالك بيعود مره اخرى للمشاركه في الدوري المصري الممتاز بعد توقف طويل بسبب ارتباط منتخبنا الوطني المصري ببطوله كاس الامم الافريقيه. يمكن النهارده من نادي الزمالك طبعا الجميع مستعد، جميع الاعضاء النهارده ان شاء الله جايين يتابعوا المباراه هنا في نادي الزمالك عبر الشاشات العملاقه الموجوده داخل نادي الزمالك، وهنستطلع ارائهم اليوم في مباراه اليوم. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. كلمنا بقى عن ماتش النهارده، توقعاتك النهارده، شايف الزمالك هيبقى ازاي النهارده؟ ان شاء الله بنتوقع فوز الزمالك ان شاء الله 2-0 ويرجع يتصدر البطوله تاني، و ان شاء الله تبقى المره الثانيه وناخد فيها الدوري زي السنه اللي فاتت ان شاء الله. شايف النهارده اداء الزمالك ممكن يتحسن نوعا ما عن اداء مباراه بترو اتلتيكو؟ تمام، ان شاء الله هيبقى احسن من المره اللي فاتت، واللعيبه هتبقى رجاله، وان شاء الله نتصدر الدوري ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن ان شاء الله. الله. توقعات حضرتك؟ توقعاتي ان شاء الله ان احنا نفوز 3-1 باذن الله، وان شاء الله يبقى اعلى من توقعاتي كمان باذن الله يا رب. هو فريق قوي جدا وان شاء الله يبقى احسن واحسن، ودايما رافع راسنا. يعني شايف ان نادي الزمالك ان شاء الله السنه دي ممكن يحقق بطوله الدوري زي السنه اللي فاتت؟ وبنتيجه احسن كمان ان شاء الله. مستوى اللعيبه هم ما شاء الله عليهم، ربنا معاهم، وان شاء الله عواد يرفع راسنا زي ما ابو جبل رفع راسنا دايما ان شاء الله. شكرا. مستمرين معاك كابتن عبد الواحد السيد، يمكن النهارده مباراه صعبه جدا امام خصم عنيد جدا مع مدرب محترم كابتن احمد سامي، شايف مباراه النهارده هتمشي ازاي في ظل طبعا قوه الفريقين؟ والله اولا هي هتبقى مباراه مهمه وصعبه جدا، خصوصا انت بعد الماتش ده ان شاء الله عندك هتلعب في افريقيا، عندك ماتشين بره الوداد وعندك سجراد الاول، فيجب ان نتحد اكثر من اي وقت فات او اكثر من اي وقت مضى، ونحارب على كل فرصه وكل كوره وما نفوتش، وباذن الله هنقدر نكسب النهارده 3-0، وان شاء الله تبقى بدايه مهمه وقويه جدا، وان شاء الله يتصدر الزمالك، وباذن الله دور الابطال والدوري من نصيب الزمالك هذا الموسم باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. عفوا. شايف مباراه النهارده ازاي في ظل طبعا ان احنا انتهينا من مباراه بترو اتلتيكو الانجولي، كان في بعض الاخطاء في التمركز الدفاعي طبعا والتغطيه الدفاعيه، ولكن مستر كارترون خلال الفتره اللي فاتت قدر يعالجها واتكلم مع اللعيبه عليها النهارده، شايف المباراه تمشي النهارده ازاي في ظل هذه كل الظروف؟ في الغالب ماتشات الزمالك وسموحه دايما ماتشات مفتوحه، بتبقى ماتشات قويه، نادي سموحه بيلعب كوره كويس، واحنا بنحب الفرق اللي بتلعب قدامنا كوره علشان بنعرف نلعبها. ماتش بترو اتلتيكو احنا لعبنا ماتش هايل، بس ما كانش فيه توفيق فعلا، يعني بنتمنى ان حتى الاداء يبقى زي ماتش بترو اتلتيكو ان شاء الله، يعني مش كل مره هيبقى الحظ مش معانا، احنا ضيعنا فرص كتير جدا في الماتش ده، المره دي ان شاء الله قادرين ان احنا نعوض. لو جبنا نص الفرص دي بس النهارده هنكسب مرتاح جدا، وان شاء الله هنرجع نتصدر الدوري تاني وهنتالق تاني باذن الله. ان شاء الله باذن الله. هاخد من كلامه تصدر الدوري النهارده ان شاء الله، قدامنا فرصه كبيره النهارده ان احنا ان شاء الله نفوز ونوصل للنقطة 22 بإذن الله ونصدر الدوري النهارده. أكيد إحنا فرقة كبيرة، نادي الزمالك نادي كبير، أديك شفت الشوط الثاني في مباراة اللي فاتت بترو أتلتيكو لما ركزنا ولعبنا كرة سريعة طبعا جبنا هدفين، فإحنا قادرين إن إحنا نفوز على سموحة ونتصدر الدوري، وإن شاء الله ممكن نفوز 2 و3، عندنا لعيبة تقيلة زي بن شرقي وبياما، الناس دي ناس مش قليلة، أبو الفتوح، الناس اللعيبة اللي راجع من المنتخب دلوقتي اعتقد ان هي خدت راحتها، فبالتالي هتدي للفرقه اكتر وهنفوز باذن الله ونتصدر باذن الله. ان شاء الله 3-0 وبما بن شرقي، واعتقد ابو الفتوح، او اتمنى بمعنى صح لانه لاعب محترم وادى كتير للمنتخب، فنفسي يتكرم في يوم زي النهارده. شكرا جزيلا. كابتن عبد الواحد، يمكن ده كانت لقاءاتنا مع اعضاء الجمعيه العموميه بنادي الزمالك، هنا الاجواء اكثر من رائعه، يعني توافد اعداد كبيره جدا من اعضاء الجمعيه العموميه على نادي الزمالك لمشاهده المباراه اليوم عبر الشاشات العملاقه الموجوده داخل نادي الزمالك، والان اليك كلمه كابتن عبد الواحد. شكرا لمراسلنا المتميز مراد ابو جلال.